طيب امتى بقى نحس ان الموضوع بقى خطر؟ يعني الموضوع رايح بقى الاكتئاب. يعني امتى احجم الحتة دي ولا انا كده لازم اطمن على نفسي؟ حلو قوي. طيب خلينا نقول نفرق كلمه حلوه قوي اللي انت قلته بتاع الاكتئاب والحزن. حاله الحزن المؤقته اللي ممكن تحصل لي لو حصل لي موقف، النهارده كانت حلقه وحشه فانا كنت متضايق، موقف عارض بيعدي اسبوع اسبوعين خلاص انا بقيت كويس قوي. طيب المشكله في الاكتئاب هو مرض ليه علاقه بالحاله المزاجيه بالحزن المستمر اللي بيعدي اسبوعين. انا بقيت مش قادر انام، انا حزين بشكل غير طبيعي. انا في حاجتين بقى، يا اما تلاقي الواحد بقى منعزل ومنطوي على نفسه في اوضته مش عايز يتكلم الناس، يا تلاقي واحد بقى بيكسر حاجات وبقى عدواني وبقى رياكشناته ورد فعله للحاجات غير طبيعيه. يعني مثلا قلت لك يعني مش احسن حاجه، انت النهارده مش احسن حاجه، لبسك مش احسن حاجه، في ناس ممكن تقبلها. لا، هو ممكن يعمل يكسر حاجه او ممكن يعمل حاجه منافيه لافعالي منافيه للواقع. طيب السمنه الزياده او النحافه الشديده حسب بقى الجينات. بالظبط، بس بتلاقي تغيير جذري في الاثنين، يا ده يا ده. ممكن في السيدات تاخر الدوره، في الرجاله مش عنده مشاكل في حتى مع مراته، في التعامل مع مراته او مع اهله، حاله مزاجيه بقت متقلبه مش قادر يتعامل معاهم، ممكن يحصل له امساك مستمر، هو مش احسن حالاته، ممكن يحصل مشاكل في التنفس، هو بدا يجيله نوبه او مش قادر ياخد نفسه. ممكن تحصل ليه ان هو مش قادر يركز في نظافته الشخصيه من كتر ما هو فاقد الشغف في اي حاجه. هي دي الفكره بقى، ان هو ما عندوش رغبه. المعادله دي اولها الرغبه. يعني ايه يعني الرغبه؟ الرغبه دي المسؤول عنها في المخ الدوبامين، انا عايز عندي الرغبه ان اعمل ده، افرازه بيقل. السيرتونين اللي هي بتحط في الادويه المضاده للاكتئاب، ايه اللي بيحصل؟ افرازه بيقل فبيحس بالاكتئاب اكتر. الاندروفين اللي هو مسؤول عن قلق التوتر او القلق بيقل، لا هو بيزيد، فهو حاسس بكل الاعراض دي بشكل مستمر من غير اي حدث، فالتاثيرات بتاعته بتبقى متغيره. فيبدا كل الاعراض دي لو عدت اسبوعين لازم نبقى عارفين اللي هو احنا كده عندنا مشكله ولازم نستشير طبيب. طيب بما انه كنا بنتكلم